إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي. باش نحكيو في الموضوع هذا ينضم لنا بالتليفون سي رضا قويعة الأستاذ في الاقتصاد. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. نبدأ بتعريف صغير رضا قويعة، شنية الشركات الأهلية باش نبسطوا للمستمعين متاعنا حسب ما جاء في المرسوم؟ الله، هو نجم نقول هو نوع جديد في تونس، يعني نوع من الشركات نتعودنا بالشركات القديمة وهي في الحقيقة هي كانت توجدت قبل الشركات الأهلية. نجم نقول في الاتحاد السوفيتي تكونت، في بعض البلدان العربية في الشرق كما اليمن وإلى غيره، يعني هي شركات نجم نقول تضامنية. اليوم نحكيه برشا على الشركات الـ يعني الـ الاجتماعية التضامنية الإيكونومي سوسيالي سوليدير، ويعني هي الهدف متاعه يعني حسب يعني تصريحات رئيس الحكومة هي في الواقع هي نوع من تشريك الشباب في رأس مال بعض الشركات اللي مش تكون ممولة من طرف يعني اللي كانوا اخذوا أموال أو قاموا بتكديس أموال غير قانونية إلى آخره. هو تشريكهم في تسيير ويعني تنمية الجهات امتاعهم، هذه هي يعني نوع من الشركات التضامنية. كما قلنا اليوم نحكيه برشا على الاقتصاد الاجتماعي التضامني اللي هو تقريبا يعني ثلثي الفلاحين في فرنسا داخلين في هذا النوع من الشركات. كذلك يعني في فرنسا تقريبا 10% من الاقتصاد في فرنسا هو اقتصاد تضامني تشاركي، 10% من الناتج المحلي الخام بالطبع وإنتاج الثروات. لذلك يعني يلزمنا نفهم قبل كل شيء الفكرة أنه جات بعد يعني المرسوم لاسترجاع الأموال والصلح الجبائي أو الجنائي الجزائي يعني لاسترجاع مقدار تقريبا الآن تقريبا حسب تقريب يقال أنه 13.5 مليار دينار اللي كانت يعني يعني غير قانونية وأخذت من الشعب التونسي. لذلك نحن نقوله ناخذوش منهم 5 مليار دينار، يعني 5 مليار دينار تتوجه للجهات اللي محرومة، يعني كثرة فيها البطالة وكثرة فيها التهميش وكثرة فيها يعني يعني المشاكل. يعني هالشركات هذه إذا تكون كما قلنا 5 مليار دينار اللي هي تمثل تقريبا 10 ميزانية تونس، ميزانية الدولة في سنة 2022 اللي هي 57 مليار دينار، 5 نجمه من 13.5 ناخذه ونحقه بطريقة يعني كما قلنا علمية ويعني قانونية إلى آخره، وتتضخك الأموال في هذه الشركات يعني الأهلية. فأنا أعتقد أنه من شأنها أنه أولا تخلق بنية تحتية أساسية لتنمية اقتصادية في الجهات كما قلت الجهات المحرومة، وكذلك تشجع الشباب حسب رأيي تشجعوا على أخذ المبادرة وعلى أخذ الريادة، وحتى يكونوا مسؤولين نوعا ما على تنمية الجهات متاعهم وعلى يعني تطوير هذا سيريفا قويعة. هذا ما كان ينجم يصير كان بالنوع هذا من الشركات، كان من الشركات الأهلية نقولوا عنا ديفورم جوريديك قدوم مسار وغيره، لكن فما عنا قانون وعنا الاقتصاد التضامني والاجتماعي موجود في تونس، علاش ما تمش استغلاله وعلاش خلقنا حاجة أخرى وكأنه زدنا عقدنا شوية الأمور لهنا؟ لا، من أنا ما نعتقدش أنه عقد الأمور. هذا
هذا نوع جديد من الشركات. لكن هل نجحت؟ انت اعطيتنا تجارب الاتحاد السوفيتي وفي اليمن قلت صاروا هذوم، هل نجحوا؟ هل لي زيكسبيريونس هذوما غادي يعني ما يلزمناش نغلطوا انه مش هي اللي مش العصا السحريه اللي مش تحلك مشاكل الجهات. لا، انا عندي كل مبادره تساهم بواحد في المية في 3% في حل المشاكل الاقتصادية والتنموية. يا حبذا فالشركات يعني اليوم نعرف ميزانية الدولة تشكو من عجز وأنه حتى في ميزانية 2022 يعني نسبة ضئيلة تتوجه إلى الاستثمارات. فاليوم على يعني رؤساء الأموال على الحكومة على كل الشعب التونسي أنه يستثمروا في هذه الجهات، فهذا يعني نوع من مساهمة في خلق بنية تحتية في تشريك الشباب في تشريك الجهات حتى تعمل على نفسها. ما نقولش يعني فما ناس اللي يقولوا هذا يعني مش يحل المشاكل، صحيح مش يحل المشاكل، لكن نحن يزمنا في تونس نرحبوا بكل ما هو مبادرة اللي تساهم في الاقتصاد وتساهم في تنمية الجهات وخاصة يعني الرفع من التشغيل والعمل والرفع من إنتاجية المؤسسات والجهات. هذا هو أنا حسب اعتقاد، مش هو عصا سحرية مش تحل المشكلة. فهو نوع جديد يشارك الشباب ويشارك البطالة للعمل، وهذا من شأنه إذا كان ينجح وإذا كان فما مسؤولين ولجان اللي تقوم وناس يعني يقوموا بالعملية بدون يعني ظلم الناس وفي إطار معين إلى آخره. من شأنه أنه تشجع الشباب على بعث مشاريع غديكة وعلى تنمية جهاتهم، ونعرفوا نحن حتى في الولايات المتحدة أنه الشركات يعني تعطي بعض يعني ديزاكسيون شراكة شركات في الشركات متاعها حتى العامل بيدو يشعر أنه يخدم في المؤسسة متاعه أنه يخدم يعني بقلبه بربه ويحسن من إنتاجية المؤسسة متاعه ولا حتى الاقتصاد متاعه. شكرا لك.